يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا هربت من بيت أهلي عشان فارس الأحلام اللي أبي أتزوجه، واللي حصل لي في النهاية كان عبرة لكل بنت تسوي اللي أنا سويته. أنا بدأت قصتي من سنين طويلة لما كنت عايشة مع أسرتي في مدينة من المدن اللي تطل على البحر. أسرتي كانت أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد، أبوي وكان موظف كبير، أمي كانت 6 بيت، وكان عندي أخ وأخت. ولما بدأت أكبر وتخطيت مرحلة الطفولة كنت كل ما أكبر كان جمالي يزيد ويجذب الناس في حياتي. تقدم لي عرسان أكثر وانخطبت لمهندس، لكن مو عن حب، كانت خطوبة تقليدية. كنت وقتها فرحانة بالخطوبة وبالذهب والكلام الحلو اللي أسمعه من خطيبي. وفي هذه الفترة من بعد خطوبتي ماتت أمي الله يرحمها، أبوي سافر يشتغل في بلاد عربية، تزوجت أختي وما كان في البيت غير أنا وأخوي، وكان معانا مربية حرمة كبيرة في السن عشان تهتم فينا، وأبوي كان يجينا في الإجازات عشان يطمن علينا. وصلت لمرحلة الثانوية العامة وجبت مجموع صغير، ما كان يدخلني الجامعة وكان لازم إني أسجل في معهد، ومن هنا حياتي تغيرت تماما. تعرفت في المعهد على زميل لي وكان قريب مني جدا، كنت أحس معاه بضعف غريب لين في يوم صارحني بحبه، ومن يومها أنا تغيرت مع خطيبي وصممت إنه أفسخ الخطوبة. كان مستغرب من تغيري عليه، لكن صممت إني أفسخ الخطوبة من غير ما يعرف خطيبي عن السبب. خطيبي ما عرف السبب اللي خلاني أفسخ الخطوبة، وفعلا فسخت الخطوبة وتقدم لزميلي في المعهد، وكل الظروف كانت ضده. أولا إنه كان أكبر مني بسنتين فقط، يعني ما كان عنده أي وظيفة ثابتة، وكان لازم يدخل الجيش، وما كان عنده شقة، وكل هذه الظروف خلت أبوي إنه يرفضه ويصمم على رفضه، ومنعني من الخروج معه أول اتصال فيه. ولما صار وقت سفر أبوي قرر إنه يخليني في بيت أختي المتزوجة عشان تنتبه وتراقب تصرفاتي وتمنعني من الخروج والاتصال في حبيبي، طبعا لأنه كان خايف إنه يسافر ويتركني وأنا أرجع أتواصل مع حبيبي وبشكل طبيعي. وبمجرد ما سافر أبوي اتفقت مع حبيبي إنه لازم نكون لبعض، وهذا اللي صار. هربت من بيت أختي لبيت أخو حبيبي، وهناك تم عقد القران وهربنا مع بعض للقاهرة وعشنا في شقة إيجار، وكانت الشقة بشعة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن علشان أحبه تحملت كل شيء وكملت فترة إجازة زوجي، وكان لازم إنه يرجع على الجيش، ورجع للجيش واضطريت إني أشتغل لأنه ما كان معانا أي فلوس، واستمر الحال لين ما كمل زوجي الجيش واشتغل بعدها في وظيفة بسيطة، وكنت في هذه الفترة حامل، ووصل ابني بالسلامة على الدنيا، والحمد لله. وبالرغم من إنه أهلي كلهم قاطعوني من بعد ما عرفوا بزواجي، إلا إني كنت سعيدة جدا مع زوجي، وكنت عايشة معه أجمل قصة حب. وعدت السنين بحلوها ومرها، وعانيت فيها كثير جدا، والله رزقني بولد وبنت، وكنت أشتغل ليل نهار، وكنت من شغل لشغل علشان أوفر احتياجاتنا. أوقات كنت أشتغل سكرتيرة، وأوقات كنت أبيع ملابس في المحلات. وفي هذا الوقت زوجي طلع من شغله لأنه ما كان منتظم فيه، فبدأ يبحث عن شغل في فنادق وفي مناطق بعيدة عشان يقدر يخلي وضعنا المادي متحسن، لين ما قدرنا إنه نشتري شقة ونستقر فيها. كنت متوقعة إنه خلاص ارتحت وارتحنا من المشاكل، لكن في الحقيقة إنه ما كان في أي راحة أبدا. الشقة ما جلبت لنا الراحة النفسية اللي كنا نتصورها. زوجي بدأ يتغير معي تماما، وكأنه شخص آخر غير الشخص اللي عرفته وتزوجته وحبيته وهربت وتركت أهلي عشانه. صار يسهر للصبح ويتركني لوحدي مع الأولاد، وتطور فيه الحال إنه بدأ يشتمني ويضربني لين ما يترك علامات على جسمي، وكنت أحاول إنه أخبي هذه العلامات وأنا طالعة على شغلي. أوقات كنت ألبس نظارة سودة وكبيرة عشان أغطي فيها على الكدمات، وأوقات ألبس شال عشان أغطي فيه الكدمات. ووصل فيه الحال إنه في مرة ضربني على راسي وتسبب لي في فقدان مؤقت للذاكرة، وفي مرة كان معصب جدا وحاول إنه يضربني، فجلست على الأرض على ركبتي وترجيت إني يرحمني لين ما تخف علامات الضرب من جسمي. شفتم لوين وصل فيني الحال؟ وقتها لما شافني راكعة وترجاه ضميره أنبه وحاول إنه يعتذر لي، لكن خلاص صرت مو قادرة أتقبل منه أي اعتذارات،
وما كان عندي أي أحد أشتكي له، لأنه أبوي كان قاطع علاقته فيني وأخواني كذلك، وما كنت أبي أي أحد يشمت فيني ويقول لي هذا اللي بعتيني عشانه. تحملت، لكن بعدها خرجت من طوري، بلغت عنه بمركز الشرطة، وهناك خلوه يوقع على نفسه تعهد بعدم التعرض لي. كل شيء كنت أقدر أتحمله، لكن إنه يخونني ويشوف لي نساء غيري، هذا الشيء اللي ما قدرت أسمح فيه. كنت بتجنن، معقول هو هذا الإنسان اللي خسرت كل شيء عشانه؟ هذا الإنسان اللي هربت من أهلي وقاطعتهم كل هذه السنين الطويلة عشانه، في الأخير يروح ويشوف لي نساء غيري. كرهت الدنيا وكرهت نفسي، وحتى أولادي كرهتهم، لأنهم كانوا سبب في استمرار حياتي معه، لأني لو تطلقت ما حد رح يصرف عليهم أو حتى يهتم فيهم، وخليت كل شغلي الشاغل هو إني أجمع فلوس وأشتغل عشان لو تطلقت أقدر أعتمد وأصرف على نفسي وعلى أولادي. وبعد شهور من المعاناة والتعب قدرت إني أجمع مبلغ بسيط يكفل لي حياة كريمة أنا وأولادي، واستقريت في شغلي. وقتها طلبت الطلاق من زوجي، لكن ما وافق إنه يطلقني، وكان حلي الوحيد إنه أترك له البيت وأستأجر شقة صغيرة لي ولأولادي، لأنه وجودي معه صار مثل عدمه، وما قدرت أواجه أهلي باللي صار معي. ما كنت أقدر أتحمل نظراتهم لي بعد ما تخليت عنهم عشانه، لكن ما أقدر ألومهم لأنها غلطتي أنا من البداية، أنا اللي هربت وأنا اللي اخترت هذا الطريق. وبعد فترة أبوي سامحني ورجع يتواصل معاي ويحاول إنه يعوضني عن كل شيء. بعد 16 سنة قطيعة استمرت بيننا، قال لي إنه تارك لي نصيب من فلوسه وأملاكه، لكن ما راح يعطيني شيء غير بعد ما يموت وأورثه. خاف إنه يعطيني كل شيء ويضيع كل شيء، وهو أصلاً ما يعرف اللي فيني ولا اللي أعاني منه مع فارس الأحلام اللي اخترته من سنين وتركت أهلي عشانه. أنا أحكي قصتي هذه للمرة الألف، وحكيتها لكل بنت التقيت معاها وتفكر إنها تترك أهلها عشان واحد. كل واحدة أحكي لها قصتي أقول لها انتبهي تبيعي أهلك عشان الحب والأحلام الوردية، لأن الأحلام الوردية بتنتهي مع أول 3 أو 4 سنوات، وبعدين زوجك ينسى إنك ضحيت في أهلك عشانه، وكل الناس تبدأ تلومك وتعايرك عشان تركت أهلك عشان شخص، وبتعيش حياتك في جحيم لما ما يكون عندك سنة ترجعي لهم، وبتعرفي إنك غلطتي غلطة عمرك وما رح تقدري ترجع للناس اللي يحبوك مرة ثانية، لأنه بيكون فات الأوان وخسرتي. دائما اللي يفكر في قلبه يخسر حاجات كثير، لأنه القلب مو دائما يكون اختياراته لنا صحيحة، ومهما يكون حبنا للشخص لازم حبنا لأهلنا يفوق هذا الشيء ويكون أكثر بكثير. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.